المرور على بعض النقاط وشفنا وضع الناس. هذا هو الغرض منها، جولة مدنية استكمال للعمل اللي احنا نطلعوا على الطبيعة، على وضع النقاط ووضع الأفراد ووضع الأدية. هذا لما يجي وقته يتم مناقشته وظروف تسمح من الطرفين باتفاق الجانبين. لما الظروف تسمح بالتأكيد حيكون فيها، لأن ليبيا والجزائر هما بلدين شقيقين وفيه تاريخ مشترك وفيه تواصل اجتماعي وفيه ترابط اجتماعي، بالتأكيد ستفتح المنافذ عندما تسمح الظروف الأمنية للطرفين. مجموعة عمليات الجنوب هي دورها إعادة النظر في تنظيم الوحدات، إعادة النظر في الجانب الأمني، ونقل الصورة الحقيقية للقائد العام للقوات المسلحة، بحيث يتم وضع حلول للمختنقات والمشاكل اللي تعاني منها الوحدات والتعاني منها القوات المسلحة في منطقة الجنوب بشكل عام، بحيث تصبح وحدات فاعلة ومعسكرات فاعلة، وتوفير الإمكانيات التي يمكن توفيرها للقيام بمهامها بصورة صحيحة.